المفروض ان الدنيا بتتطور، ان انا اعمل لاعبين عندي انا، مش اعتمد ان انديه اوروبا بتعمل لي اللاعب، انا اعمل لاعب عندي، لان عندنا الموهبه، عندنا المواهب، عندنا المواهب، بس محتاجه ان انت تدعمها وتصرف عليها. المغرب بس، انا محلل كره قدم بقالي اكتر من سنتين، بحلل تصفيات الشباب وتصفيات الناشئين، بحلل بطولة أفريقيا للشباب وبطولة أفريقيا للناشئين والأولمبي اللي صعدوا المغرب ومصر، صعدوا لأولمبياد باريس. أنا حللت الماتشات ده، الجزائر وتونس ما وصلوش للتصفيات النهائية بطولة أفريقيا، ما وصلوش السن الأولمبي. تيجي تتفرج على الناشئين اللي هم 17 سنة والشباب اللي هم 20 سنة، تيجي تتفرج الشباب 20 سنة ده غير الأولمبي 23 سنة، يعني في ثلاث أجيال. 17 سنة الجزائر سيء جدا، كان عنده الطول عشان يوصل كأس عالم، طلع الرابع في الجزائر في بلدك مش عارف تطلع الثالث حتى وتوصل كأس عالم، ما طلعوش خالص. مصر في الناشئين حاجة تكسف، 17 سنة و19 سنة حاجة تكسف يعني. انما انا شفت المغرب تحت 17 سنه، انا فاكر كنت بحلل الماتشات كانوا عاجبني، ولاد تحس ان هم اتعلموا كوره، ولاد بيعرفوا يقفوا، بيعرفوا يتحركوا، بينفذوا تعليمات المدرب. كان تقريبا يوسف شيبه او شيبه هو المدرب، شيبه او شيبه مش عايز اكون حاجه محترمه. انا فاكر المنتخب ده رائع، وبرده منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي المغربي عندهم لعيبه رائعين. انا مش عارف ايه السبب ان احنا ما بنعتمدش على انت مش هتعمل اكاديميات، اوعى تفكر فيها في ربح، اعمل اكاديميات تلم فيها النجوم من كل المحافظات بتاعتك وكل المدن بتاعتك اللي في بلدك اللي في الجزائر وتونس ومصر، واعمل اكاديميات، اصرف على اللاعب ياكل وجبات صحيحه، اكل ياكل اكل صحيح وصحي، ويتمرن تدريب صحي، ويبقى عنده فكر، انك انت مختاره موهوب. في كل بلادنا يا جماعه فيهم الموهوبين، بس مين اللي بيدعمهم؟ مين اللي بيديهم الدعم؟ مين اللي بيصرف عليهم؟ مين اللي بيعمل لهم معسكرات خارجيه؟ مين اللي يوصل ل 20 سنه يكسر الدنيا؟ يكسر الدنيا. مفيش تركيز مع الناشئين، وهو ده اللي هيخلينا البطولات اللي جايه يا خوفي مفيش، هيبقى شكلنا حزين.